الحكومة تقول إذا مهمة منو لعد اللي عنده القدرة يجيب صواريخ كاتيوشا وغير الكاتيوشا وينصبها بنص بغداد ويطلق. هي مو صواريخ، هي مو صواريخ كاتيوشا، وإنما صواريخ حديثة من منصات حديثة ليست تقليدية كما في السابق. بهاي الهجمة الأخيرة استخدموا صواريخ أكثر تطور، أكثر دقة وأكثر تطور، وأصابت أهداف داخل السفارة حيوية. الأمريكان يعني جديين في متابعة هذا الموضوع ما تاركيه. لذلك أعتقد أنه هاي الأفعال هي أفعال ليست لها مبررات سياسية تهم المصلحة الوطنية أيا كانت الجهة التي استهدفت، سواء جهة تحاول إرباك الوضع السياسي العراقي أو إدخال العراق في أزمة حقيقية، أو ذراع لأي دولة ما نعرف. إحنا اليوم اللي اليوم ما يتبنى هاي أعمال، ما تقدر تقول هاي الجهة أو ذيك الجهة، بس أيا كانت هذه القوى التي تقوم بهذه الأفعال هي قوة بالتأكيد تريد خراب البلد وتريد ضرب العملية السياسية وتريد ضرب النظام السياسي. إحنا نقول سلاح تقليدي وكاتيوشا وصعب يتحرك بداخل بغداد أو بداخل أي مدينة بيها سلطة دولة. جنابك تقول لا، منصات أطور وصواريخ أطور. من اللي عنده القدرة على تحريك هذا السلاح الثقيل في داخل بغداد بهذا الشكل ويطلق ويفلت من العقاب؟ يعني ما تقدر توصل لقوات الأمن والحكومة بشكل عام. رد، شوف احنا الآن العديد من الشخصيات، هي عمليات مو صعبة زين، يعني هي صح فنية عالية بها لكن هي أبدا مو صعبة. يمكن أي جهة تسويها وتقول مو أني، يمكن أي جهة، يعني يمكن داعش، يمكن القاعدة، يمكن أي مجموعة. صعب إذا داعش صعب، إحنا لا ماكو صعبة، ماكو صعبة. صعبة داعش عندها القدرة ببغداد تضرب صواريخ وخذنا داعش. أنا أقول لك داعش عندها نشاط داخلي، من داعش قابل جدك نشاط خارجي ونشاط داخلي، نشاط معارض داخلي تطور إلى نشاط مسلح. كان أكو سياسة من نوع ما تمهد لتفكيك العراق، وهاي الكل أصبح يدركها، يعني مو صعبة. فأنا قصدي يعني أكو هنالك العديد من السيناريوهات اللي تؤكد أن هذا الفعل ليس من شأنه أن يخلق مصلحة وطنية حقيقية، وإنما من شأنه أن يربك الوضع السياسي. معلومات جنابك بشكل أو بآخر، إذا سألتك بشكل مباشر، معلوماتك الشخصية من الذي يقوم بذلك؟ هل فعلا هي جهات مجهولة؟ لو لا والله إحنا جهات معلومة بالنسبة للنظام السياسي برموزه، بمجلس النواب، بحكومته. أنا